كنت أتوجه لحضرتك بالسؤال عن هذه العقوبات الاقتصادية التي وقعت على موسكو. هل تلك العقوبات قادرة على جعل الاقتصاد الروسي ينهار أم إنه قوي وقادر على تحمل الصدمات؟ هناك أستاذة للاقتصاد التمويلي في بريطانيا اسمها أليستر مايلن قالت إنه هذه العقوبات هي بمثابة وضع العصي فقط في دواليب الدبابة كما يقال، بمعنى أنها ليست ذات أثر مباشر على إيقاف الحرب أو إسقاط روسيا اقتصاديا، وأنه إذا كان الغرب يريد إيقاف هذه الحرب أو تدمير روسيا اقتصاديا أو الانتصار في هذه الحرب فلا بد من دخول الحرب أو حظر التعامل، إصدار تشريعات دولية بحظر التعامل مع روسيا على جميع الدول. وكلا هذين الحلين الأخيرين سواء دخول الحرب أو حظر التعامل بالكلية على جميع الدول كقرار دولي، هذين أمرين غير ممكنين. وبناء عليه فإن العقوبات الاقتصادية ليست مؤثرة على المدى القصير، ولكن هي فقط تعرقل الاقتصاد الروسي، ولكن على المدى الطويل نعم، إذا استمرت الحرب واستمر أمدها وطال الأمد أو توسعت أيضا ودخلت هنا يعني بعض البلدان الأخرى على المحك أو فتحت جبهات جديدة غير أوكرانيا أو تدخلت بعض الدول في هذه الحرب مع أوكرانيا يعني بالقوة العسكرية، فإن هذا من شأنه إضعاف الاقتصاد الروسي تدريجيا، ولكن الأمر يحتاج وقت وليس على المدى القصير يمكن تحقيق أهداف العقوبات الاقتصادية. نعم.